عدم استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار وتصاعد المضاربات ساهم في عدم استقرار حركة السوق مع ارتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية. كل ذلك جعل المجتمع في حالة من الترقب والقلق وسط انكماش كبير في الأنشطة الاقتصادية، وخاصة في الأسواق، حيث أوقف كثير من التجار استيراد البضائع من الخارج بسبب عدم وجود إقبال على الشراء تحسبا لأي تغييرات جديدة في سعر صرف الدولار. ووصل سعر صرف 100 دولار إلى ما يزيد على 155 ألف دينار عراقي، بزيادة نحو 3 دولارات عن سعر الصرف المعتمد من قبل البنك المركزي، بينما تتزايد المخاوف من استمرار أزمة الارتفاع إلى زيادة خسائر التجار بسبب الركود وزيادة الاضطرابات الاجتماعية، من بينها ارتفاع حالات الانتحار بسبب تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي إلى أكثر من 700 حالة وفق المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق. التضخم الكبير الذي يشهده السوق مع ثبات رواتب الموظفين بالعملة المحلية وارتفاع نسبة البطالة أثر بشكل كبير على الحالة المعيشية للمواطن، حيث بات غير قادر على تأمين احتياجاته الأساسية كتكاليف الكهرباء البديلة من المولدات وأجور تعليم الأبناء والغذاء والنقل وغيرها من الاحتياجات، ما فاقم المشكلات الاجتماعية إذ ارتفعت نسبة الطلاق وتعاطي المخدرات وبيع الأعضاء البشرية والمشاجرات العائلية بشكل كبير. ويرى مراقبون أن انخفاض سعر صرف الدينار أمام الدولار تقف وراءه أجندات سياسية تستهدف المواطن وتحاربه في قوته، وأن أصحاب رؤوس الأموال في السوق استغلوا ذلك لتحقيق أرباح إضافية من خلال رفع أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية. ويصف المراقبون الحلول التي قدمتها الحكومة في مواجهة هذه الأزمة بالعشوائية غير المدروسة، لافتين إلى أن السلطات المالية لا تزال عاجزة عن تحقيق التوازن في السوق وتقديم الحلول الاستراتيجية اللازمة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.